ما هو عقد ماردوخ؟ وهل حقا قتل أعتى وأقوى الملوك عبر التاريخ؟ وكيف حلت لعنة الفراعنة في عقد وتجولت حول العالم؟ العقد قاتل الملوك. قبل نحو 3000 عام صنع عقد ثمين جدا، مرصع بالأحجار الكريمة، وكتبت عليه مجموعة من الطلاسم والنقوش الغريبة التي يعتقد أنها كانت تخص أحد كهنة معبد ماردوخ من حضارات بلاد الرافدين المندثرة. ويقال أنه عقد ملعون لا تقل قصته إثارة وغرابة عن قصة لعنة الفراعنة، إذ كان يحيط به شؤم غريب، فكل من ارتداه قتل أو اغتيل أو انتحر بصورة بشعة. العقد قاتل الملوك. تقول الأسطورة إن هذا العقد المثير عثر عليه الروم، ولم يذكر التاريخ كيف عثروا عليه أو متى، لكن أول ظهور له كان حين أهداه ملك الروم إلى الخليفة العباسي هارون الرشيد مع مجموعة من الجواهر والحلي. فأهداه هارون الرشيد إلى ابنة عمه زبيدة التي لم ترتده قط، بل وضعته في صندوق خاص وأخفت، إذ أزعجتها الطلاسم المرسومة عليه. ثم حصل على العقد الخليفة الأمين، وأعجب به كثيرا فارتداه لفترة، لتبدأ هنا لعنة العقد المشؤوم، إذ قتل الأمين على يد الطاهر بن الحسين الذي استولى بدوره على كل ممتلكات الأمين بما فيها العقد الذي ارتداه، فقتل أيضا بعد فترة وجيزة. بعدها حفظ هذا العقد في الخزائن لفترة طويلة قبل أن يرتديه الخليفة المستعصم ليقتل على يد هولاكو بصورة بشعة كما قتلت عائلته. لعنة عبرت القارات. حصل هولاكو على العقد وأهداه إلى عشيقته فانسا التي كانت متزوجة من أحد قادة جيشه، وبعد ارتدائها للعقد علم زوجها علاقتها بهولاكو وقتلها فورا، وأخذ العقد المشؤوم وارتداه، فسرعان ما قتل في معركة عين جالوت التي انتصر فيها المسلمون بقيادة قطز الذي حصل على العقد، فتم اغتياله بعد فترة وجيزة، ليذهب العقد إلى بيبرس الذي قتل أيضا على يد مجموعة من أعدائه. ووصل العقد بصورة غامضة إلى الملك الفرنسي لويس التاسع الذي سجن بعد ارتدائه العقد ومات في السجن نتيجة مرض خبيث، وقد كان يرتدي العقد حول عنقه هو الآخر. قلادة ملعونة. انتشر خبر هذه القلادة الملعونة بين السحرة، فراحوا يحذرون من ارتدائها، وكانت تلك القلادة قد وصلت حينها إلى الملكة ماري أنطوانيت التي استخفت بالتحذيرات وارتدت القلادة لتعدم بالمقصلة خلال فترة وجيزة، وقد قالت بالحرف الواحد قبل إعدامها: ليتني تخلصت من هذه القلادة الملعونة وسمعت نصيحة الساحر كالبسترو، وهو الذي حذرها مرارا وتكرارا من ارتداء هذه القلادة الملعونة. لم ينتهي مشوار اللعنة هنا، إذ حصل على القلادة الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت الذي أهداها لزوجته، فرفضت ارتداءها بعد أن سمعت بماضيها الدموي، وقررت الاحتفاظ بها بعيدا عن القصر. وبعد أن احتل هتلر فرنسا أخذ العقد وعرضه في متحف برلين للآثار، وبقي فيه إلى أن سرقه أحد ضباط الجيش الألماني ويدعى غورينغو، لينتحر بعد فترة وجيزة في ظروف غامضة. ومن ألمانيا انتقل العقد ولعنته إلى أمريكا، وتم بيعه هناك في مزاد علني اشتراه خلاله الرئيس الأمريكي جون كينيدي، وهنا تكمن المفاجأة. فاليوم الذي اقتنى فيه كينيدي العقد وارتداه كان هو يوم اغتياله، ويقال أن إحدى صور اغتياله كانت تظهر ارتداءه للعقد، ليختفي العقد بعدها بصورة غريبة، ويعتقد أنه سرق خلال نقل كينيدي إلى المشفى. كتب وحكايات كثيرة انتشرت عن العقد صاحب اللعنة، لا نعرف إن كانت حقائق أم مجرد مصادفات لا أكثر. فما رأيك بحكاية هذا العقد؟
وهل تتوقع أن يظهر من جديد؟